ليديز اند جنتلمان، حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. انتم شايفين حبايبنا الان الوقت باقي شوي للسعور، اكيد عم تشوفونا بهذا الوقت المتاخر، اوكي؟ فمثل ما انتم شايفين حبايبنا، ركز معي كيف هون، اكيد مو شايفين، بام، مثل ما انتم شايفين حبايبنا الكرام، نزلت عنا اليوم متجر تخفيضات باللوز مع سكين. يا اخي شيء غريب عجيب عجيب، شكله شكل بطه وبنفس الوقت معلم مخيف، يعني شكل مخيف مع قناع، مع قناع واشياء غريبه عجيبه معلم بنطالش والله ما اعرف شباب. anyway شباب، بنفس الوقت معلم نازلين قطعتين للسكنات البي تي اس، بس ولكن شباب بما انه انا عندي الفاير باس، اوكي ما اعرف إذا موجود بهذا المتجر حبايبي الكرام. So ladies and gentlemen، راح اطلع لكم اكثر من حبايبي، لا تنسوا الله على محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى الناس، وتسبوا لايكات وشوت وبارتاجات، وخلينا ندخل مع اللوم لنشوف الضربه الاولى. اين هي الضربه الاولى؟ انها هنا، نضرب ضربه الفري يا بوي. اوكي اوكي ها ها، 80 معلم 80% شباب. اول شيء بشيء اغلى شيء بتجي وتركز معي كيف شباب، كل شيء يعني حقه كثير يعني كبير، يعني مثل ما انتم شايفين يعني الضربه اللي بدها بتاخذه معلم. اوكي هذا مش معلم، هذا يعني ما بدنا معلم ندخل على ناخذ السكين معلم، نشوف حظنا. اوكي هيك امنا السكين شاب، بس ولكن شاب في هنا قطعتين في اكثر من قطعه، في رومات شاب لازم نجيبهم مع بطاقات حاضنه حبايبي الكرام. اوكي صحة سحوركم حبايبنا، وصحة فطوركم، رمضانكم مبارك مبارك عليكم جميعا، لا تاخذونا شباب شوي انا تعبان، الساعه عندي 4:30 معلم حبيبي والله. anyway هون عندنا التخفيض 70 معلم، رح ناخذ هالقطعه ضغطت هل بتي اس كريستال معلم. اوكي شنو في سكن سبب امريكا بال بال بالحدث هذاك؟ ماشي حاله عاجبني هو يعني. اوكي 60% شباب، طول بالكم 60% معلم، ال 60% معلم راح نستخدمه باشياء متوسطه، راح ناخذ بيها البطاقات، ناخذ بيها بطاقات الحاضنه شباب، اكيد راح تنزل حاضنه اكيد عن قريب. اوه لا وهي شباب 52 راح ناخذ شيء الغالي، يعني اللي هي هاي باللوز مان. اوكي هلا في معلم فري، اوكي هات لنشوف 55، شوف يعني 55 معلم. رومات لا، رح نعمل ريفريش معلم نشوف كم رح يعطينا معلم. 55 شوفوا، او بطاقة ممكن ناخذ بطاقة، ممكن ناخذ بنصف القيمة هاي مثلا البطاقات ال هذول. اوكي 50، طبعا شباب انا عملت خطا كبير شباب، كنت لازم اخذ اغلى شيء المسكين 9 جوهر معلم، كنت هيك لازم اعمل، بس يلا معلم. anyway شباب اخطات معلم حبيبي والله. اوكي شو هي؟ اوه هلا هذا عند بعرف هذا ما عندي، ما عندي فكرت عن فكرت ما عندي اياهم. اوكي هون حبايبي مثل ما انتم شايفين انه التخفيض 50%، او ماي جاد مان. خلينا شو بدنا نشتري معلم، خلينا نعمل ريفرش، نعمل ريفرش نشوف شو موجود معلم. اوه بطاقات دايموند ضروري معلم، 50% ضروري نجيب هدول. اوكي نعمل ريفرش ثاني معلم، اوكي 9-4 اوكي اوكي نعمل هي، اوكي هي اخذنا هي تمام. خلينا ندخل هون نشوف شباب، شوفوا شو باقي بهذا المكان يا اساطير. لاحظ حسنا هدول، اوكي عندنا شو هذا الصندوق هذا، اوكي هذا صندوق بنعرفه، هذا بنعرفه، هذا متجر، اوكي هذا كمان بنعرفه. شو هذا؟ هذا مو طالع معلم، هذا تبع فمس، اوكي. خلينا نشوف شو معلم شو بيلزمنا شباب، اوكي تبع اللي بنعرفه هذا، هذا عندي اياه كمان، هذا كمان عندي اياه حبايبي، الصراحة يعني شو بقى كمان هون شو هي؟ هذا بنعرفه، باقي هون عندنا معلم، اوكي، أكبر غلط عملت معلم، روم واحد حاطين؟ وات؟ حاطين روم واحد غريبة يا أخي، أكيد في شيء غريب عجيب معلم. أوكي anyway معلم يلا رانا خربان خربان. أوكي نعمل ريفريش نشوف بطاقات معلم، عندنا هون روم يلا معلم 9 معلم، نحصل على شيء ب 9 جوهرة شباب، كل شيء موجود عندنا هون 9 جوهرة معلم. أوكي ناخذ بطاقة الروم حبيبي والله. أوه شوفوا كيف غيروا الإفكت معلم، يعني آخر شيء معلم تخربط يعني خسرنا معلم. يلا مع anyway أوكي شباب أعتقد لأن شباب طول بالكم اعتقد هون جبنا كل شيء، ناخذ البطاقات الباقيه معلم. اوكي ناخذ هون نعمل سكيب لانه راحت علينا معلم، عملت غلط شباب لازم بطاقه، نسيت 9 جوار شباب، نسيت التخفيض ابو 9 جوار شباب، هذا نسيته يا شطي يا اساطير. اوكي anyway هذا شباب يعني واحد يعني سحور ما سحور شوي يعني تعبان شباب، ايام رمضان حبيبي والله العقل مو شغال باللوس. anyway نجي لهون، كنت لازم اخذ بطاقه الاسم يلا معش. anyway اوكي هون حصلنا على الاشياء اللي بتلزم شوي، هي ما بعرف مو شيء، هدول بطاقات دول السكنات ال اوكي شباب هيك حصلنا على كل شيء. اوكي شباب الان بدي انتقل بسرعه الشباب لانه في سكن لازم نروح نشوف وضعه معلم، هدول السكنات بتاعتي ما جبنا بطاقتين. اوكي كيف نحصل على الضربه هي معلم الفلفه؟
اوكي هون اوكي نعمل سبين نشوف حظنا معلم. انا الصراحه الاخضر عاجبني، الاخضر عاجبني شباب. نشوف شو راح يطلع لي. يا زلمة ما بدي هذا، ما بدي هذا يا اخي، بدي الاخضر معلم، بدي الاخضر معلم. اه يستحون نقدر نختار اكيد الاخضر، يعني اكيد الاخضر معلم، اكيد راح نجيب الاخضر. حلو هذا اللي استنى نعمل اوبر معلم. اوكي هون بقى عندي معلم، ما حصل دوري معلم عادي، يعني اذا ما بحصل عليهم ما في مشكله معلم، نو بروبليموس. نو بروبليموس معلم، عادي ما في مشكله. اوكي راح نروح الان نجرب السكين اللي جبناه شباب. حابب اشوف كثير طبعا شباب، عم تشوف ما في برا رش، ما عم تشوف البرا رش اللي كنت عم بعمل من شوي. اكيد الله بكره تخور عليك وطلعت من الشراكه، ما عارف شو معلم. لا حبيبي لا موجود هذا البرنامج شباب، وعامه الفي قريبا ان شاء الله راح تجي ايزي فري تمام معلم. انا بعرف هذيك كنت عم بعمل مقلب معلم بسكوتات شويه، حطول بالك. وينه هذا؟ وينه او ماي جاد، وينه الجميل هذا؟ هو لا هذا هو. اوكي هيك تمام لوز اللوز. نجي لهون طبعا. هون جبت تقريبا بطاقات، ما راح اقدر اشوف بطاقات معلم، ما في مشكله. هذا هو، روح يا زلمه تعال نجرب هذا السكين شباب، الصراحه متحمس. اوكي هذا السكين معلم، تعال هون شوف. اوكي عندنا هون، اوكي هذا القناع تبعه اللي يعتبر القناع تمام. طول بالكم عملنا هيك شو بصير؟ طول بالكم شباب عملنا هيك شو بصير؟ اوكي لا عامل هيك سو معلم، ثاني بس حابب اجرب شغله. طول بالك لا ما راح يصير راسك كره معلم. يا اخي جاب تعبوني معلم، كل اي شيء لازم احط راسك كره بكل شيء معلم. اوكي هذا هو الجسم معلم، هذا هو الجاكيت تبع والله جاكيت ولا بعرف شو معلم. هون البنطال شباب انا شايف، بس يا اخي الحذاء، يا اخي شو الحذاء معلم، سخوني مخرب وام الوضع معلم. الحذاء هذا شوف الله هيك صار باللوز السكين يا اخي، حطينا الحزن حذاء ماشي حاله صار باللوز. anyway معلم خلينا نجرب هذا السكين شباب. اوكي ندخل تدريب مثل كل مره شباب، نعمل لكم هيك نجرب الوضع يا ستير. طبعا شباب لا تنسوا شباب، انتم تاكدوا منيح لما تجيبوا شيء 9 جوار، يعني ما اعرف الفاير باس اذا موجود فاير باس هون ولا لا، ما اعرف الصراحه حبايبنا. اكتبوا لنا بالتعليقات حبايبي الكرام. خلينا نشوف السكين معلم هذا باللوز، نجي لهون تمام يب بوي. يا السلام والله ما شو، اتس اوكي حبايبي ما في. طبعا انا لحالي معلم هذا الوقت، بهذا الوقت متاخر شباب، شايفين من وجهي معلم يعني حبيبي والله معلم بلشت ادوخ. هذا الوقت متاخر معلم، ما في حدا معلم، لانه رح انزل لكم هذا المقطع معلم بوقت متاخر حبيبي والله. اوكي ليديز اند جنتلمان اي بيبي كرام، هيك بكون طول بالك اتاكد من شغلي هون. ايه هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير، ان شاء الله عجبكم مقطع حبايبنا. لا تنسونا باللايكات بالشيرات بالبارتاجات، وحبايبنا اكتبوا لنا بالتعليقات اذا موجود فيه الفاير باس ولا لا. اشوفكم على خير، صحة في حصولكم وتشاو.